قراءة وافية عن خطة الدولة للقضاء على الإرهاب بالتوازي مع مسار التنمية. بينضم لنا على التليفون أستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام. صباح الخير أستاذ أشرف، أهلا بيك. صباح الخير يا أستاذة منى، تحياتي لحضرتك أستاذ محمد. صباح النور يا فندم. أستاذ أشرف، لما نفتكر كده من 10 سنين لما الدولة المصرية قررت تحارب الإرهاب وتشتغل بالتوازي على التنمية وإقامة المشروعات، إحنا كنا وقتها متخيلين إن ده ما ينفعش يحصل. هل أنت متخيل إن ده كان فعلا قرار شديد الجرأة وإحنا بنحصد ثماره دلوقتي؟ يعني بالتأكيد كان قرار شديد الجرأة، قرار لا يمكن تخيل كيف تم تنفيذه، لكن لحسن حظي اني كنت شاهد على هذه العمليه. كنت في هذه الفتره ارأس القسم السياسي في الاهرام، وكان جزء من عملنا ان احنا نروح نتابع المشروعات الجديده ونتابع عمليات التنميه وفي نفس الوقت عمليات محاربه الارهاب. وكنت بشوف الظروف الصعبه اللي بتشتغل فيها الدوله، عمليات إرهابية مستمرة ومع ذلك العمل مستمر، عمل كان ليل نهار، عمل كان بيحتاج لقدر من التأمين قدر كبير جدا، لدرجة انه الناس ما تعرفش ان معظم المشروعات اللي تمت في سيناء تمت بدون الإعلان المسبق عنها، كانت بتتم يعني بعيدا عن أهل الشر. وشفنا مشروعات لا يمكن ان نتخيل انها تتم في وقت البلد فيه كانت بتتعرض لإرهاب وضغوط كبيرة جدا في سيناء، إرهاب كان متعدد الأطراف وشديد الخبث وإمكانياته كبيرة جدا، لكن أيضا الدولة كانت بتقوم بأعمال أشبه المعجزات. حفر قناة السويس الجديدة تم في وقت فيه ضغط إرهابي، الأنفاق الجديدة تم في وقت كان في ضغوط إرهابية، وكان في محاولات لاستهداف قناة السويس، وكان في محاولات لاستهداف العمل في الأنفاق. العمل نفسه داخل سيناء كان بيتم في ظروف شديدة الصعوبة، سواء يعني محطات تنقيب تحويها إلى رعاية في صحراء الصحرات، قوة سينا في عمق سينا شق الطرق كان بيتم وسط شديدة جدا، قنوات الإرهابيين لاستهداف المدنيين والمهندسين اللي بيشتغلوا في المشروعات، لدرجة إنه أحيانا كانوا بيحاولوا يستوقفوا على الطرق كده، يعني كما إنه فجأة بيعملوها يحاولوا يستهدفوا السيارات علشان يشوفوا مين رايح يشتغل في هذه يعني المشروعات ويحاولوا إن هو يزود الطرق. المدن الجديدة اللي تمت في سيناء تمت أيضا تحت ضغوط شديدة جدا، إصرار كبير جدا من الدولة المصرية، علشان بس كنت تطلعي من منطقة معدية نمرة 6 في الإسماعيلية وتروحي على شمال سيناء، تروحي تحديدا على رفح، كانت بتواجهك تحديات كتيرة، وكان في تأمين كبير جدا بيقوم من الدولة. وأذكر إن إحنا في يوم كنا في طريقنا من يعني وفد الاتحاد الدولي للصحفيين، وكنت برفقتهم، وكنا علشان ندخل رفح الفلسطينية أخذنا 3 أيام في الطريق، 3 أيام كان كل ما تحصل تفجيرات أو أعمال إرهابية في الطريق الأمن يبلغنا ويأمننا ويطلب إننا نستنى وبعدين نكمل وهكذا. فيعني ما حدث في سيناء هو معجزة، الناتج الحالي اللي الناس بتشوفه طرق ومدن ومشروعات، يعني المشروعات اللي تمت في سيناء هي معجزة، لكن المشروعات التي تتم أيضا الآن هي معجزة. الأنفاق اللي ما كانش حد يتخيل إنها تتعمل، ودايما كان في أكاذيب بتروج عن إنه في بنود في اتفاقية السلام تمنع إنشاء أنفاق، إحنا إنشأنا 5 أنفاق، نفقين في إسماعيلية ونفقين في بورسعيد ونفق الشهيد أحمد حمدي في السويس، بقى فيه نفق تاني معاه. المعديات زادت بشكل القصة كبير جدا. مش قصة أنفاق أستاذ أشرف، القصة قائمة على الربط اللي عملته الأنفاق دي. على
الو استاذ اشرف، القصه مش قصه انشاء عدد من الانفاق فقط لغير، القصه كلها قائمه في الربط اللي عملته هذه الانفاق، الاطراف المختلفه اللي ربطت بينها هذه الانفاق. بالتاكيد الانفاق كسرت عزله سيناء الى الابد، خلت الوصول الى سيناء او الخروج من سيناء مساله سهله جدا وميسره، لكن ايضا بجانب الانفاق كان في كباري، وكان في كباري يعني اشبه بالكباري المتحركه اللي هي البراطيم بتاعه عبور قناه السويس في حرب اكتوبر المجيده. عندنا كوبري الشهيد احمد منسي وكوبري المهندس، يعني كان في اشياء لا يمكن تخيلها بتتم في سيناء، ألم يكسروا عزلتها ثانيا اللي وضعها على خريطه الاستثمار العالميه، والفتره الجايه هنشوف معجزات ثانيه في سيناء، تطوير ميناء نويبع وميناء العريش والخط الرابط بينهم وخط الحديد. وكل ده يا استاذ اشرف اعتقد انه سيناء طولا وعرضا. مظبوط، كل ده لم يكن ليحدث الا اذا قامت الدوله وخطت خطوات جاده نحو محاربه الارهاب نيابه عن العالم زي ما بنقول دايما، رغم التضحيات اللي بذلتها الدوله المصريه خلال هذه الفتره تحديدا، لانه كان ممكن مصر تتحول الى مركز لتصدير الارهاب، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نقضي على الارهاب تماما بعد عدد كبير من العمليات الارهابيه كانت بتحدث سنه عن سنه. بدات هذه العمليات بتقل لحد ما بدانا نسير ونخطو خطوات مهمه جدا نحو التنميه. ده انعكاساته من وجهه نظر حضرتك على السلم والامن المجتمعي. طيب انا قبل ما ارد على السؤال ده عايز احكي لك على حاجه حصلت معايا شخصيا. اتفضل يا فندم. في عام 2012 وقبل الانتخابات الرئاسيه اللي فاز فيها مرسي، كنت بقوم يعني بعملي بجولات في المناطق المصريه اللي محتاجه تنميه والمناطق الحدوديه في سيناء. ورحت سيناء شفت شيء لم اكن اتخيله في حياتي، مناطق في سيناء ممنوعه الدوله المصريه انها تدخلها، ممنوع على الامن انه يدخله، زي منطقه المهديه اللي كانت يعني عباره عن ملاذ للارهاب وملاذ للتهريب مع اسرائيل على بعد حوالي 3 كيلو من معبر العوجه. كنت اول مره اكتشف ان في مناطق جوه مصر لا توجد سيطره للدوله المصريه عليها، وده ما كانش جديد بعد 25 يناير فقط، لا ده كان ممتد بقاله عده سنوات من قبل 25 يناير بشويه، كان في يعني بعض الحاجات اللي حصلت الفوضى تخلت هذه المناطق بعيده عن السيطره. الان سينا بالكامل تحت سيطره الدوله المصريه، سينا بالكامل على خريطة الاستثمار، وكل ما حصل في سيناء أولا محاربة الإرهاب، ثانيا يعني إنشاء بنية تحتية أكثر من رائعة، طرق رائعة، خدمات، عندك استثمار زراعي، عندك استثمار صناعي، عندك مشروعات بتتم في كل مكان على أرض سيناء شمالا وجنوبا شرقا وغربا ووسطا. كل ده رسالة للعالم انه سيناء مفتوحة للاستثمار والاجواء جيدة جدا فيها، وانتهى زمن الارهاب خلاص فيها، وده كمان يعني بيجتذب ليس فقط الاستثمار الخارجي وانما الاستثمار الداخلي، مزيد من الاستقرار، مزيد من الشعور بالامان، جميع اطراف الدولة المصرية تحت سيطرة الدولة المصرية بكاملها. الاستاذ اشرف ابو الهول مدير تحليل جريدة الاهرام، شكرا جزيلا لك.